نشكركم على الحضور ديالكم اليوم في لونسمون ديال الو الو. فرحانه فريمون بالتواجد ديالكم هنا وكنشكركم على الدعم. السينجل ديالي هو الو الو. الو الو هي اغنيه لي ستيل جديد صراحه عليا تو دابور هنايا على الجمهور اللي متبعني، لانه اول مره غادي يشوفوا خوله كتغني بواحد لو ستيل اللي هو ان بو فاني ان بو فيه لا جوا ان بو يعني مختلف على داكشي اللي خرجت قبل. الاغنيه هي ملحنه من طرف بيتهوفن، كتابه الكلمات كانت من طرفي انا ومحمد المرابط وبيتهوفن، كنا تعاونا كاملين باش نكتبوها، اي بلال دو شيف حتى هو بيان سور. حاجه اخرى هو انه توزيع من عند بلال افريكانو اللي كنوجه له تحيه كبيره في المنبر. الكليب اللي تغياليزي بار حسن الكرفتي في طنجه، وغادي تشوفوا في الكليب ان شاء الله طنجه جات واعره بزاف، يعني خصنا نكونوا مفتخرين بالمدن اللي عندنا في المغرب لانه وبالبلادنا، لانه فريمون عندنا دي زيماج واعرين تيطلعوا في المغرب. دونك جو سوي تري كونتونت على هذه القضيه هذه. اي لا شونسون لو كليب اي تو برودوي بار بي ماغنيتود مون لابيل. ما اختاريتهاش، هي اللي اختارتني صراحه ما نكذبش عليك، لانه هذيك المدينه سجلت فيها الاغنيه 6 شهور وانا تنطلع وتنهبط ليها. فيما كنبغي نرجع كنبغي نجلس شويه في كازا، سبحان الله العظيم كتجي شي حاجه خصني نطلع نكمل الاغنيه. اي ليكيب كامله من طنجه، حسن الكرفتي طنجاوي، دونك مشينا صور ليكيب.